اول ما تحس انك مش قادر او مش عارف تشتري بعض الحاجات اللي انت كنت متعود تشتريها، فاعرف على طول انك بتعدي مرحلة في الاقتصاد اسمها مرحلة الموجة التضخمية، ودي مرحلة بتحصل في اي اقتصاد واللي غالبا بتكون احد التوابع الطبيعية للازمات. في المرحلة دي انت بيبقى قدامك اختيار من الاختيارين، يا اما تستغنى عن بعض الحاجات اللي انت كنت متعود تشتريها، يا اما تدفع اكتر عشان تشتري نفس الحاجات دي. بس الحقيقة بتقول ان عندنا اختيار ثالث، ودايما بيبقى هو الاختيار الاصح لانه بيخلينا نتغلب على التضخم. عشان كده في الفيديو ده هنحاول نجاوب لكم باختصار على السؤال المعتاد بتاع نستثمر في ايه في التضخم. اول واشهر اختيار هيجي في بالنا هو الاستثمار في العقارات، وان كان ده اختيار مقبول نظريا فهو عمليا في صعوبة شديدة، لانك بتحجز كل السيولة اللي معاك في اصل في بطء في التداول عليه. عشان كده لو اخترت تستثمر في عقارات حاول تلاقي العقار او الاصل اللي هيدر عائد او قيمة ايجارية ليك، وبكده تكون استفدت مرتين، مرة من زيادة قيمة العقار او الاصل نفسه، ومرة من زيادة القيمة الايجارية اللي انت هتاخدها. ولو انت مش من هواة التدوير والبحث عن العقارات، فممكن تستثمر فلوسك في صناديق الاستثمار العقارية واللي بنسميها Real Estate Investment Trust، ودي صناديق كل شغلها ان هي تستثمر الفلوس مباشرة في عقارات بتدر دخل زي المولات والمحلات والمباني الإدارية. تاني حاجة ممكن تستثمر فيها هو قطاع الطاقة، وده بيشمل المواد البترولية والغاز. ده مش معناه أبدا إن يكون معاك فلوس كتير عشان تقدر تدخل شريك في شركة بترول، بس يكفي مثلا إنك تشتري كم سهم في شركة من الشركات البترول المدرجة في البورصة. الأسهم دي بتعتبر حصان الربح في أي محفظة استثمارية، لأن ببساطة الطلب على البترول ومشتقاته ما بيتغيرش لما سعره بيعلى، بل بالعكس الطلب عليه كمان أحيانا بيزيد وقت الأزمات، وده معناه زيادة ربحية الشركات دي اللي في النهاية بتصب في جيبك أنت كمستثمر. تالت قطاع ممكن نستثمر فيه هو قطاع الخدمات الطبية، وده بيشمل المستشفيات وشركات الأدوية وشركات الأدوات الطبية وحتى شركات التأمين الطبي اللي زيها زي قطاع الطاقة والبترول. مهما زادت الأسعار فالطلب عليه عمره ما هيتأثر بزيادة الأسعار، لأننا ببساطة ما نقدرش نستغنى عن الخدمات الطبية دي. وأكتر وقت أثبت لنا حقيقة الكلام ده هو وقت الكورونا، عشان كده القطاعات دي بنسميها defensive sectors أو inflation resistant sectors. من أفضل القطاعات برضو نستثمر فيها فلوسنا وقت التضخم هو قطاع السلع الاستهلاكية زي الموبايلات، منتجات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية. بالبلدي لو عرفت تستثمر فلوسك في حاجة زي هايبر ماركت أو كارفور أو شركات المنظفات العالمية يبقى تمام، لو ما عرفتش فسوبر ماركت عم أحمد مش هيقولك لأ. وأخيرا قطاع التعدين والمعادن بشكل عام، وبيجي على رأسهم محبوب الجماهير الذهب اللي بيعتبر حصن أمان لقيمة أي فلوس ممكن تقل في المستقبل، وده ببساطة لأن كل ارتفاع في الأسعار بتصب مباشرة في مصلحة الذهب. وتاني لو انت مش من هواة اقتناء الذهب، فممكن تستثمر فلوسك في صناديق مؤشرات الذهب، ودي بتبقى صناديق موجهة للاستثمار المباشر في الذهب او في المعادن او في شركات التعدين او في اي اصول تانية مقاومة بالذهب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتابعوني دايما على Financial Freedom Today.